يا سيف، ده قرار ولازم يتنفذ. معليك، قلت لك القضيه دي قضيتي والمساله بالنسبه لي مساله حياه او موت، موضوع منتهي. انا عايز اعرف انت مكبر الموضوع ليه؟ ما تسيبهم يا سيدي يشبعوا بيه، اهو على الاقل نرتاح منهم شويه. معليك، ما حدش هيقبض على الواد ده غيري. هجيبه مهما كان الثمن. اجيبه بقى حي اجيبه ميت مش هتفرق ساعتها، بس اوصل للواد ده. يا باشا ده ابن صبرة، ابن صبرة اللي سهرني ليالي. معليك، ده هز سمعتي في الداخليه. هو انا شويه يا باشا، ده انا العقيد سيف الحديدي. يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم اضيفه، ومعليك عارف واجب الضيافه. يوم ما شفتك انا عارف ان انت بنت مش مظبوطه. والواد ادم شديد قوي كده. ها ها، انا النهارده بقى هديكي هديه عمرك في حياتك ما شفتيها. انا متاكد ان انت هتشكري عليها. عندي يا بنت 2 مليون، واحد 170 حصان والتاني 175. انا هسيبك بقى تحس الفرق. فين يا بنت؟ معرفش، وحتى لو اعرف لو موتتني مش هقول لك. سنة موتتك انت هترتاحي. طب لما انت تموتي انا استفدت ايه؟ انا بقى هريحك بس بطريقتي، هوريك الرجالة الصح. واني واني عمرك يا باشا. عايزك تظبط المزة احسن. بدي فاكرة ان ادم عبد الحي 10 رجالة في بعض، مفهوم؟ لا لا لا، اما تخلص لا لا، تدخل صعب. لا لا لا. الحمد لله يا جماعة، الحمد لله يا صبرة. المحامي فرحني وقال لي كل الأدلة لصالح ادم. إله ينصرك يا ادم يا ابني، ويفك كربك قادر يا كريم يا رب يا رب. لا ومش كده وبس، ده كمان كل الناس اللي شافوا الفيديو هيقفوا معاه، ده غير انهم عملوا صفحه تضامن على النت. ربنا يحفظك يا ادم ويخرجك من ورطتك على خير يا رب. ان شاء الله ربنا هيخرجه. ادم طول عمره نيته سليمه وقلب ابيض، عمره ما اذى حد. طب بمناسبه الاخبار العلوه دي، ايه رايكم بقى احنا عازمكم كلكم على رز بلبن بالقشطه؟ معقوله كلنا؟ انت يا بابا ليه؟ هو انت لاقي فلوسك في الشارع ولا ايه؟ انت متاكده من درجه حراره ابوك ولا ايه؟ خير الله ما جعله خير يا رب. ما تفتح يا يحيى. افتح الباب يا ولاد. خير يا رب. ايه ده؟ هاتوا لي الناس دي كلها يلا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده ليه؟ احنا قاعدين في حالنا ما عملناش حاجه، هتقبضوا علينا ليه؟ رخامة، انت مش من هنا ولا ايه يا روح امك؟ امي ايه؟
لا من هنا باشا. هدي لأمه وإخواته ومراته والواد لقرع ده. صباحية مباركة عروسة. ها سطي تعالي وين انت؟ مش بني ادم بكره اللي بتعمله ده يتعمل في مراتك وامك واختك اللي زي بتاعت وانت بوز. ادم عبد الحي فين يا مارا؟ اوعي تقولي لي مش عارف. لا اعرف. انا فخور بيك يا نانسي. فين بقى حبيبه عمه؟ عند امك. ولا لك تلاقي عند مراتك في البيت. بتعملي في نفسك كده ايه؟ يا بنتك في بنت ناس، فوقي لنفسك! ده حتة صايع إرهابي معفن أفعصه تحت جسمتي! بنت فوقي ايه؟ انت بنت ناس، لا من مستواكي ولا من بيئتك ولا من دينك! بس راجل، وانت طبعا ما تعرفش يعني ايه راجل، مش كده؟ السلام عليكم يا حاج. سلام ورحمة الله. النبي اديني شاحن تخين. تحت امرك. ده بسبع جنيه وعليه 2 جنيه خصم. حاج انا كنت حاسرق التليفون بتاعك. بس ضميري ما توعنيش، انا محتاج تليفون وشريحه باي شكل. ارخص تليفون عندك. والله العظيم يا حاج ظروفي صعبه. ربنا ما يوري ولادك يوم واحد من اللي انا شايفه. ورحمه ابويا اللي اجيب لك فلوس كده. راجل يا روح امي. انا مش قادر افهم انتوا ليه مش قادرين تفهموا يعني ايه نظام. ليه متصورين انكم ممكن تتحدوا النظام؟ مش عارفه اصلا يعني ايه نظام. شكل كده مش عارفه. انا اقولك نظام يعني حاكم ومحكومين. السلطه والطاعة الحاكم والأمر الحاكم والقرار الحاكم. أما المحكومين بقى مش مطلوب منهم غير حاجتين، السمع والطاعة، لأن هم أصلا مش عارفين مصلحتهم فين. الوحيد اللي يعرف مصلحتهم هو الحاكم. Thank you.
السبب ان انا خسرت ليل ونهار. ما هو انت السبب في اللي احنا فيه ده. ما انت لو كنت ركزتي وانت بتخلفي كنت خلفت لنا عيل كويس، مش عيل معفن زي اللي اسمه ادم ده. مالها خلفه البنات؟ حلوين اهم لهم، تعالوا يجوا اتعلقوا بيتعلقوا. انما الواد الوزير ده مش عايز يجي لي، بس هجيبه. ده كنت جبت امه مش هجيبه؟ دي مره مش محترمه يا صبري، عشان ما عرفتيش تربيه. خلاص خلصت كل اللي عندك يا بيه، بس انا بقى عايز اسالك سؤال. ترضى حد يعني في امك اللي بتعمله في ايه ده؟ لو امي خلفت ادم هجيبها هنا وعلقها. تم بتهريب ارهابي خطر ومساعدته على الفرار من العداله. ما حصلش سعادتك يا فندم، انا قاومته لاخر نفس، بس هو خدني على اخواني وضربت عليه نار بس هرب في الاخر. امال ليه العقيد سيف الحديدي وهو رئيسك المباشر بيتهمك بالتقصير في اداء عملك ومخالفه حدود وظيفتك بقرار اخراجك للمتهم لتلقي العلاج في مستشفى خارج الجهاز؟ يا فندم